إلهام حمدي، المؤسسة المديرة العامة ديال مجموعة مدارس نيوتن العالمية. إذن المحمدية كتشهد هذه الأيام، هذه أيام حقوق الطفل اللي كتنظم لأول مرة واللي كتنظمها مجموعة مدارس نيوتن، يعني كي جاتكم الفكرة أنكم تنظموا هذه البادرة هذه؟ فوق احنا اعتدنا في نيوتن اننا نكونوا حاضرين في جميع المظاهرات واي حاجه يمكن تهم الطفل وساكن المحمديه وساكنات المحمديه. ساهمنا بمشاريع عديده في مؤسسات في 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 في, في, في البوادي وهذا، وكنفتحوا على العالم الخارجي. طبعا كنفتحوا على العالم الخارجي بواحد بنتي بواحد القوه كبيره، لاننا كنامنوا بالتاثير ديال اي بادره كتشجع التلامذ، كتفكرهم مثلا في المناسبات الوطنيه في المناسبات العالميه، هي دعوه للتفكير في اي مناسبه باش نخليوها تطور للاجيال القادمه وحتى لهم ان شاء الله في الكبار ديالهم. طبعا وتعمم يعني ما تبقاش حكر على المؤسسات، يعني جميع المؤسسات هما يقوموا يعني باعمال مثل حقوق الطفل، يعني عطى الله المناسبات كما كيقولوا. بطبيعة الحال المناسبات كثيرة، احنا عندنا اللائحة ديال المناسبات، ملي في بداية السنة كنبداو نبرمجوا الاحتفالات كنحيروا اش من مناسبة نحتفلوا بها. كلهم عظيمة وجميلة. كلها عجيبة وعظيمة، لا سواء الوطنية ولا هذا، ولكن في واقع كنشوفوا بعدا مثلا صاحب الجلالة كيفاش كيتحرك في البلاد، وكتقول راه هو المثل الأعلى كيفاش كيتحرك في كل مناسبة في كل نهار في كل هذا. ناخذوا غير ذاك المثل بكل صراحة، أنا من الناس اللي كان في واقع كنفتخر بالعمل ديالو اليومي، وسميتو على الأقل حنا يمكن لنا نكونوا يمكن هو يكون قدوة لنا كاملين. إذن اليوم هذه الأيام هذه مجموعة مدارس نيوتن تحركات حتى هي وعملات هذه الأيام اللي بخصوص حقوق الطفل، يعني شنو سر النجاح ديال هذه الأيام هذه رغم أنها في الدورة الأولى ديالها؟ كما كنشوفوا رجال الصحافة، مسؤولين كبار، رجال الرياضة، شنو سر النجاح؟ في واقع هي تجربة طويلة، لأن احنا بحال اللي قلت لك تعودنا على تنظيم هذه المظاهرات التظاهرات، تعودنا على تنظيم هذه التظاهرات وتلامذنا وتلامذنا تعودوا على التنظيم ديالها. في الواقع واحد الجزء الكبير من هذا من التنظيم هو من التلامذ. مثلا الفكرة هي كانت فكرة تلميذة برلمانية، معنا هي الممثلة ديال جهات الدار البيضاء الكبرى، وحنايا سندناها بالعلاقة باتصالات اللي عملناها مع الاتصالات مع المسؤولين ديال المدينة باش ساعدونا في التنظيم، والاتصالات اللي درنا مع النيابة الوزارية. هو اللي كنشوفوا اليوم الحمد لله الحمد لله. تم اليوم سباق ديال الطارق. يا ربي هذا نجاح، نتمنى يا ربي باذن الله يكون نجاح ديال الاطفال ديال المحمديه كاملين ديال المغرب كامل وديال العالم. شكرا شكرا شكرا.